الاستاذ نهاد حجاج، وانا عارف ان هو راجل بيحب الاسماعيلي وبيحب النادي الاسماعيلي، عايز اعرف ايه دوافعه وليه التوقيت ده واختار التوقيت ده لرفع الدعوه دي. استاذ نهاد مساء الخير. الفل يا كابتن، اهلا بحضرتك. استاذ نهاد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن ميد. انا عايز اعرف ايه اللي حصل، يعني انا عارف ان حضرتك علاقتك طيبه بالجميع داخل النادي الاسماعيلي وانا اشهد على ذلك وعشت الكلام ده وشفته. ايه اللي حصل وايه ليه حضرتك اخترت ان انت ترفع دعوه على اللجنه المعينه من قبل وزاره الشباب والرياضه، لجنه مؤقته يعني؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما رفعتش دعوه على نادي الاسماعيلي، تمام، ولا رافع دعوه على اللجنه المؤقته. الموضوع ببساطه شديده ان الفتره اللي حضرتك كنت متواجد فيها وتقابلنا كتير، وحضرتك كنت بتحل مشاكل فنيه واداريه جوه النادي وماليه كمان، انا عايش الاحداث دي عن كسب وبالقرب من حضرتك، حضرتك كنت بتحل مشاكل كتيره واتقابلت مع حضرتك اكتر من مره في الفتره اللي تواجدت فيها. انا عارف. واللي حصل كالاتي، احنا في الفتره بتاعه الشباب والرياضه اللي كانت بتعمل تسليم وتسلم من مجلس المهندس سياحه الكومي، احنا اشرنا على الوزاره ان قانون الرياضه وليه راجل قانوني، ان القانون بيقول ان اللي يدير النادي هو اللجنه الثلاثيه، ده قانون رياضه، انا مش جايب حاجه من عندنا. قانون الرياضه ولائحه النظام الاساسي لكافه انديه مصر في حاله فراغ لمجلس الاداره واستقالته بتشكل لجنه من داخل النادي من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي اللي هو الكابتن اسماعيل حفني. تمام. فانا اشرت على الوزاره عشان تحل المعضله دي قانونا، تحلها ان اللجنه الثلاثيه دي هي اللي تشكل لجان داخليه لاداره النادي. حتى لو هي جابت الاسماء اللي موجوده حاليا في اللجنه. انا مش في خلاف شخصي مع اي عضو في اللجنه، كلهم انا بحترمهم، الناس تصدرت المشهد وشالت يعني موضوع تقيل قوي عليها هي ما تسببتش فيه اصلا. صحيح. وانا مش في خلاف شخصي مع حد، انا بتكلم على كيان نادي الاسماعيلي. نصحت الوزارة بهذا الكلام قبل إصدار قرار تعيين اللجنة، لأنه قلت لهم القرار ده محكوم عليه ببطلان، والمشكلة الكبيرة أن اللجنة دي لو استمرت للانتخابات هتبطل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي القادم. هل ده يرضي حد؟ أول ما هنستقر، لأن لو اللجنة دي زي ما طلع لها صلاحيات في القرار أن هي تدعو لانعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، هتبطل مجلس الإدارة الجديد. القصه كلها بعيد عن نادي الاسماعيلي وبعيد. يعني انت حضرتك، انا اسف لقطع كلامك، حضرتك رفعت الدعوه دي على وزير الشباب رفعتها علشان خايف على مستقبل الاسماعيلي؟ ما انا بدل بفهمه من كلام حضرتك، لان انت بتقول لي لان انت خايف ان الانتخابات القادمه يتم الطعن عليها، وبالتالي انت عشان كده ده السبب الرئيسي في ان انت رفعت الدعوه، صح؟ ايوه. اللي حصل بقى ان هو اصدروا القرار بالشكل في 29 يناير الماضي، واصدروا قرار بتشكيل لجنه بالاسماء اللي موجوده دي كلها. بعد ما انا يعني قلت لهم نصيحه ان القرار ده محكوم عليه بالبطلان وما بني على باطل، فهيبقى مجلس الاداره القادم محكوم عليه، وانا يهمني نادي الاسماعيلي الفتره الجايه يستقر ويجي مجلس اداره يعني يشيل بقى هموم النادي الاسماعيلي ويبقى فيه رؤيه احترافيه لاداره النادي بعيد عن فكره الصفقات. طب حتى يا استاذ نهاد، ولو اللجنه دي كملت شويه مثلا لغايه الاطمئنان على الاسماعيلي بالبقاء في الدوري، هقول لحضرتك اللي حصل بالظبط بتسلسل. القضيه في مجلس الدوله راحت تقرير مفوضين، وفي شهر مارس الماضي، في 19 مارس الماضي، ناس كتيره سربت تقرير مفوض الدوله، ان النتيجه فيه ده بيبقى مفوض الدوله في مجلس الدوله دي بيبقى رايها استشاري المحكمه، قالت بطلان ايه قرار الوزير والغاءه بتعيين اللجنه المؤقته. في كتير بمتابع القضيه في المحكمه قام منزل الكلام ده على السوشيال ميديا. انت انا عامل بوست على صفحتي في 19 مارس، وده مهم جدا يا كابتن ميدو. ماشي. قلت فيما اثير حول صدور حكم، هذا ليس حكم، ده تقرير مفوضين دولة استشاري للمحكمة، وأنا في حالة صدور حكم لصالحي لن أقوم بتنفيذ هذا الحكم إلا بعد انتهاء الدولة. الكلام ده أنت فندم في 19 مارس، تمام،
على صفحتي وعلى صفحة الرسمية وكل الناس عرفته. أوكي. اللي مش عايز يفهم هو ليه أغراض أخرى. يبقى أنا في 19 مارس بقول أنا مش هنفذ الحكم. تمام. ودلوقتي صدر حكم نهائي برحيل اللجنة. اللي حصل بقى يا فندم جم هم في تسع القضية كانت محجوزة. أنا مش بإيدي الجلسات. أنا حضرتك كنت بتقول في مقدمة إن ليه وقتي أنا جلسات المحكمة أنا لا أملكها. نهاد حجاج لا أملك تاريخ معين لإصدار الحكم. في جلسات محكمة هي اللي بتدي المواعيد. المهم يا فندم أنا لو كنت أفكر أرفع القضية دي بعد الدوري كانت خلصت في شهر 12 والانتخابات في شهر 8 كان هيحكم عليها بالبطلان. فأنا عايز أصحح المسار القانوني بعيد عن كرة القدم. أنا ولا مانع كرة تخش بسبب الطعن ولا حاجز على حسابات النادي الإسماعيلي ولا رافع قضية على النادي في الأصل. أنا أولام ليه وأنا مش رافع قضية على النادي. أنا بصحح مسار قانوني مستقبلي. فالقضية كانت محجوزة للحكم 29/4 كويس يا فندم. تمام. حاولوا معايا ان انا اتنزل قلت لهم يا جماعة انا في حالة صدور الحكم انا مش هنفذه وعلى صفحتي الرسمية. هو حضرتك هو معلش انا اسف يا استاذ ناد بس عشان براجع معاك قانون يعني وانت بتفهم اكيد اكتر مني في القانون ده شغلتك. هو حضرتك اللي معاك اليات تنفيذ الحكم ولا وانس ولا وانس اول لما الحكم صدر خلاص لازم ينفذ؟ لا 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 يا فندم لا يا فندم الكلام ده اتقال والكلام ده غلط بنسبة 100%. انا بسألك اه ما انا اقول لحضرتك عشان الكلام ده اتقال كتير. انا الحكم املكه لوحدي وانا اللي هستلم الصيغة التنفيذية وانا اللي املك تنفيذي وانا اللي املك ايقاف تنفيذه الوحيد. انا اللي املك تنفيذه لانه صادر باسمي فقط لغير. وانا اللي هستلم الصيغة التنفيذية وممكن اقطعها. يعني انا بعلن مع حضرتك انا طلبي حاجتين وانا اتنزل على الهواء معاك على الحكم. تمام. قول لي انا ليا طلبين اهو على الهواء وقلتهم من بدري. قول لي اكمل بعد حضرتك بعد اذنك واقول لك انا رايي في الاخر. انا لا انا عايز اعرف الطلبين الاول بعد اذنك. انا يا فندم الطلبين انا اولا مش جايب حكم من اي حته. انا جايب حكم من محكمه. احنا في دوله قانون ودوله مؤسسات ودوله بتحترم اكيد طبعا القضاء. اكيد انا اولام ان انا جبت حكم لا اولام لكن اولام على تنفيذه في توقيت غير مناسب. كويس. انا في 19 مارس قلت مش هنفذ الحكم. انت ماسك فيا ليه دلوقتي وبتفضل لي للراي العام؟ طب قول لي حضرتك قول لي حضرتك حضرتك قلت لي طلبين. ايه هم الطلبين؟ اولا بس هقول لحضرتك اولا ان قرار التعيين ده هو تدخل حكومي وفقا لقانون الرياضه القانون اللي الدوله بتطلعه ومجلس النواب اللي مطلعه مش هده. تمام. ده تدخل حكومي صارخ في اعمال الهيئات الرياضيه. هتقول لي الاسماعيلي والثلاث نقط كل ده انا معاك فيه عشان كده انا مش هنفذ الحكم. تمام. انا كنت طالب طلبين من شهر يناير من الوزاره اعملوا ضمانات قانونيه النادي الاسماعيلي مش لاشخاص نادي الاسماعيلي. حاجتين. واحد ان اللجنه دي لا تدعو للانتخابات عشان لو دعت للانتخابات وهي باطله يبقى كل ما بني على الدعوه فمجلس اداره نادي الاسماعيلي هيطعن عليه من حد هيتضرب. يبقى ده اصعب من الحالي ان يبقى مجلس منتخب ويبطل من اول يوم. وانا معاك في الكلام ده. انا معاك في ان انا عايز اصحح مسار قانوني. انا مش عايز اجي جنب الفرقه والكوره. انا مالي صحيح. بالكوره صحيح. وانا مش رافع على النادي ولا حاجز على حسابات النادي. ثاني حاجه المجالس المنتخبه هي اللي ليها احقيه تقعد لاخر يوم في الانتخابات. اللجان المعينه سيما ان هم اعلنوا عن ترشحهم ليس من حقهم التواجد داخل النادي اثناء اداره العمليه الانتخابيه عشان يبقى في عداله. طب وهو اللجنه دي حضرتك حد منهم اعلن ان ترشحه؟ اه طبعا رسمي. فين؟ لا رسمي اسال نائب رئيس اللجنه اعلن عن ترشحه في كل حته في الصحف الرسميه كامله. انا باكد حضرتك كلام منتهي 100%. فانا بقول لحضرتك يبقى اللي بيدير العمليه الانتخابيه انا عايزها من لجنة محايدة من وزارة الشباب والرياضة. أنا أولا بس بأكد أنا ولا نازل انتخابات ولا بدعم أي فصيل في إسماعيلية الانتخابات. أنا راجل يعني أنا بحب النادي وعاشق ليه جدا جدا كأنا جمهور درجة ثالثة زي الناس كلها. أنا عايز أقول لحضرتك يعني أنا ما صدق بقول لك يا أستاذ ناب بصراحة يعني أنا ما صدقش إن حد من الجمهور الثالثة بتاع النادي الإسماعيلي يروح يرفع قضية على وزير الشباب والرياضة علشان يأذي النادي. لا انا بصراحه أنا بصراحه شايف ان ده تعطيل واذيه للنادي في التوقيت ده. انا ما رفعتش على النادي يعني حتى لو حضرتك رفعت على الوزير وعلى الوزاره حضرتك بتأذي نادي الاسماعيلي. انا جيت جنب النادي في حاجه طبعا انت النهارده لما الارتباك حضرتك اللي بيحصل ده وانا اعلنت خد القرار ان هي تمشي بسبب الموقف ده والفراغ الاداري ده بقى موجود اللي حضرتك عشته قبل كده جوه النادي. النادي الاسماعيلي ممكن ينزل الدرجه الثانيه.
يا فندم مفيش نزول درجة تانية ولا الكلام ده كله. مين اللي قال كده يا فندم؟ الإسماعيلي على بعد ثلاث نقط من الهبوط. يعني أنت حضرتك أنا دلوقتي أعلنت إن أنا من شهر ثلاثة إن أنا مش هنفذ هذا الحكم. يا فندم كان في مليون، أنا معلش أنا بس سمعت حضرتك كويس، بس في مليون حل للموضوع اللي حضرتك بتقوله ده غير إن أنا معلش أروح ده حقك بالقانون برضه، بس أنا بقول لك انت بتقول يعني انت محب للنادي الاسماعيلي. انت عليا ان انا لجأت للقضاء وخدت حكم محكمه في دوله بتحترم احكام القضاء. انا مش بلوم، انا بقول لك انا مش بلوم، إن أنا مش بلوم. اعلنت من اول يوم ان انا مش هنفذ الحكم. يعني حضرتك يعني انا ما انا انا انا, أنا حضرتك بتقول لي انا مشجع درجه ثالثه للنادي الاسماعيلي، وانا بقول لك كل الناس تعرف كده، وانا اعلنت عدم تنفيذي للحكم. اكتر من كده اعمل ايه؟ ولا اعلنتهم بحكم ولا جيت جنبهم وقلت لهم كل الدعم للجنه لاخر يوم. قلت كده في شهر مارس الماضي ان انا كل الدعم للجنه واحنا معاها لاخر يوم لغايه ما الدوري يخلص. اكتر من كده في ناس بقى متربصه وعايزه تحطني في وها قدام الراي العام. الدليل على كده لما هم قالوا يا استاذ نهاد، يا استاذ نهاد حضرتك يا فندم، حضرتك يا فندم اللي حصل ده صدقني فقط. حضرتك اللي حطيت نفسك في الموقف ده، والله ما حد حطه في يعني حضرتك صدقني. لما الجا للقضاء، لا القضاء والقانون حاجه على دماغنا من فوق يا استاذ نهاد. فندم ما لو جيت جنب النادي حضرتك يبقى معاك حق يا فندم. القانون على دماغنا كلنا، ما جبت سيره القانون. انما في حاجه، انت راجل محب النادي الاسماعيلي اللي معرض للهبوط للدرجه الثانيه. انا معناها، انا ما انت حضرتك معناها كده بتقول ان الحكم هياثر على الثلاث نقط في يوم الجلسه. ما كسبنا الزمالك على فكره، الجلسه الاخيره كانت يوم 13 مايو قبل حجز الدعوه والحكم في ذات يوم الجلسه الاسماعيلي كسب الزمالك. مش عايزين نخلط ما بين حكم محكمه مختصم فيه الوزير وال 90 دقيقه، او ان انا حاجز عن النادي ولا رافع عليه قضايا ولا ربنا اللجنة. ربنا يستر يا استاذ نهاد، ربنا يستر. والشباب والرياضه قالت ان اللجنه مستمره. ربنا يستر يا استاذ نهاد، شكرا. انا مش مشخصن الامر، انا عايز تصحيح مسار قانوني لنادي الاسماعيلي في الانتخابات. وجهه نظر حضرتك وصلت للساده المشاهدين، شكرا. استاذ نهاد حجاج المستشار القانوني السابق لنادي الاسماعيلي، هو بيقول لي انا مشجع للدرجه الثالثه. ما فيش مشجع للدرجه الثالثه بيعمل كده. معلش مع احترامي للاستاذ نهاد، دي تصفيه حسابات. اللي ممكن يدفع ثمنها النادي الاسماعيلي. انا لا مع حد، والكل عارف ان انا علاقتي مش كويسه باستاذ محمد شيحه نائب اللجنه، وان انا على خلافات معاه يعني. لكن في النهايه انا بتكلم على مصلحه الاسماعيلي، ما بتكلمش على خلافات ولا مع حد. لا يمكن محب للنادي الاسماعيلي يتخذ اجراء زي الاستاذ نهاد حجاج المستشار القانوني السابق اتخذه مختصما وزاره الشباب والرياضه، لكن في الاخر مين اللي اتاذى ومين اللي بيتعرض لعدم استقرار، ومين دلوقتي اللي ما عندوش حد ممكن بأي حد ان هو يبقى ما عندوش حد يجيب فرقه جديده ويدعم ويكون عنده تواصل مع الوزاره. كل الكلام ده مين اللي مأذي فيه؟ الاسماعيلي. اولاد النادي نفسهم هم اللي بيأذوا النادي. ليه؟ وبعدين الناس بتيجي تتساءل الانديه دي ليه موجوده في المكان اللي هي موجوده فيه، من المواقف اللي حضراتكم شايفينها. وانا هنا مش مع حد ضد حد والله.